وجه المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مسؤولي جهات الوزارة المختلفة بسرعة إنهاء المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر والالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري وسكن لكل المصريين ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحية. جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري مع عدد من أعضاء البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ لبحث مطالب دوائرهم الانتخابية فيما يتعلق بمشروعات إسكان ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من مجالات عمل وزارة الإسكان، وذلك بحضور مسؤول الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها.